أكدت سعادة الأستاذ هذا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على أهم الممارسات المتعلقة باستجابة الدول العربية لاحتياجات المرأة والأسرة البحرينية للتصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19 في هذا التوقيت الحرج الذي يمر على العالم، بهدف إعادة النظر فيما يتم تنفيذه والعمل على تطويره بشكل متسارع وبما يمكن أفراد المجتمع من سرعة التكيف والتأقلم مع هذه الظروف التي تفرض علينا قيودا جديدة يجب التعامل معها بشكل مبتكر لاستمرار الحياة وسرعة تجاوز تداعيات هذه الأزمة الصحية. وأوضحت بأن ما نفذته مملكة البحرين في هذا الإطار جاء نابعا من التوجيهات والإجراءات المنضبطة التي وضعتها الدولة والمساعي الجادة التي يقود عملياتها الفريق الوطني المكلف بهذه المسؤولية لتسجل إلى نفسها موقعا متقدما على المستوى الدولي في مواجهة المرض واحتواء انتشاره وللتخفيف من تداعياته على حياة كل مواطن ومقيم على أرضها. جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها عن بعد في الاجتماع الإقليمي للآليات الوطنية والأجهزة الرسمية في المنطقة العربية حول أثار جائحة كوفيد-19 على المرأة، والذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا لسكوا في منظمة الأمم المتحدة بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين. وعرضت الأنصاري خلال الاجتماع أبرز ما قامت به مملكة البحرين بهذا الشأن، كما تناولت ما بادر به المجلس الأعلى للمرأة وبتوجيهات من رئيسته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهد البلاد المفدى حفظها الله، حيث بشر منذ حوالي شهرين بحشد كافة إمكانياته وخبراته لوضع وتنفيذ خطة عمل طارئة تأخذ في الاعتبار احتواء أي أضرار من شأنها أن تربك حياة المرأة واستقرارها العائلي أو المهني وبشكل يراعي كافة احتياجاتها الحياتية الطارئة، ويضمن استمرار خدمات الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي ووصول هذا العدالة وبشكل يسهل من حصولها على الاستشارات الأسرية الضرورية واستفادتها من كافة التدابير والمعالجات التي تقدمها الدولة مشكورة لكافة أفراد المجتمع. وقدمت الأنصاري شرحا موجزا حول خطة العمل الطارئة المتمثلة في تدشين حملة متكاتفين لأجل سلامة البحرين، حيث أوضحت بأن الحملة من خلال خدماتها تعتني إلى جانب المرأة المعيلة لأسرتها بالمرأة التي تعاني من الأمراض التنفسية والمزمنة ونقص المناعة ومن ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة في مرحلة الحمل ورعاية الطفولة، إضافة إلى اهتمامها بالمرأة البحرينية في سوق العمل. وتركز الحملة الوطنية كذلك على أسر وأبناء العاملين في الصفوف الأمامية في القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع الصحي، لتقديم ما يلزم من دعم معنوي أو نفسي أو تربوي قد تحتاجه هذه الأسر التي تعمل بشكل استثنائي على مدار الساعة. وأشارت الأمين العام إلى سعي المجلس ومتابعته لعمليات التحول الرقمي بهدف وضع الخطط البديلة لاستدامة منظومة خدمات الحماية الاجتماعية والوصول للخدمات القضائية والتأكد من استفادة المرأة والأسرة من خدمات العمل والتعلم عن بعد، والتي جاءت قراراتها بهدف استمرار سير الأعمال والتحصيل الدراسي إلى جانب التقيد بالتعليمات الاحترازية في مواجهة المرض. وختمت الأنصاري مداخلة البحرين بالتأكيد على أهمية قيام منظمات الأمم المتحدة المعنية بتوثيق التجارب التي استطاعت أن تعمل بشكل جاد ومؤثر في احتواء تداعيات الوباء وإدارة المخاطرة بشكل استباقي وممنهج، وبما يسمح للمرأة من استئناف مسيرة تقدمها بعد تجاوز هذه الظروف، مع ضرورة إعادة النظر في طبيعة وطريقة التعاطي مع قضايا المرأة حول العالم بناء على الدروس المستفادة من هذه التجربة الطارئة وبتحدياتها المختلفة.